رمضان شهر الجود والخيرات والكرم، ولكن هذا الكرم أحيانا يدفع الكثير من أصحاب الأسر إلى الاستدانة لتغطية تكاليف مصاريف الشهر. العادات الرمضانية زي ما أنت عارف هي عرف مجتمع، ما تقدر تغيرها أو صعب أنك تغيرها، واللي ساعد على انتشارها حاليا مثل ما نشوفه احنا في المحلات ارتفاع الأسعار والناس الطلب العالي على المنتجات هذه، هذا أتوقع اللي ساعد عليه السوشيال ميديا. تحول مائدة الأسرة من مائدة طعام تسد جوع الصائم وابتغاء الأجر إلى معرض أواني ومقتنيات وأصناف من الحلوى. اللي صاير الحين صاير فيه ناس كثير تحب تتوجه أو تحب تقلد أو تتبع للي قاعد يصير يشوفونه، أو اللي يشوفونه بالأصح خلال السوشيال ميديا، يعني مثل الصفر، مثل نوعية الأكل، لازم الأكلة الفلانية، لازم الحلى الفلاني، لازم الترتيب الفلاني للفطور نفسه. في حين يرى البعض أن هذه المظاهر تعكس مشاعر البهجة والفرح بقدوم هذا الشهر وتجمع الأهل والأصدقاء على الإفطار. أنا أشوف الصراحة شيء جميل أنه يعطي جولة للشهر، يعني الشهر الفضيل، يعني يفرق شوي عن الشهور الباقية، بالذات أنه يعني حتى عندك صغار ما يصومون، يعني يبدون يتعلمون أن الشهر هذا فيه شيء يعني مختلف، يبدون يعيشون الجو معه. عند اقتراب دخول شهر رمضان تشتد حمى السباق على جيب المستهلك، وبما أننا في هذا الشهر الكريم فالمؤسف أن يستغل هذا الكرم من قبل التجار. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.